كنا نسكن في تونس صبغي، كل واحد عندنا بيت داكور دوب صغيراتنا والكل. وقتها مازال السيد الرئيس الزين يرحمه اعطاونا الديار الغديكة على اساس يعني هيبه. بمشينا غاديك تعذبنا، مشينا صححنا لول مره ما شفناش لي كونطرا شنو فيه. بعد مده شهرين ثلاثه جابوا لنا لي كونطرا، لي كونطرا فيهم يتخلص يا تخرج. نسكن في سيدي حسين عندنا 10 سنين، فيوا علينا الضوء برشا برشا برشا، رجعوا لنا تو مده شهر، جاتنا التامه والعامه سيد الوالي والجماعه والكل، يا اما يتخلص نتاع 10 سنين يا تسامح من الدار. السيده اللي احنا نحكيو معاها تحكيش معايا قرب الغادي، من تكون هي؟ تكون هي باش تحكي معاك هكا. هي مواطنة كيفي، لكن هي تخدم في مكانة عالية وتدخل في مليون وفي أكثر. هنا ما ندخلش فيهم، ولكن أنا نعيش بالعزة ونعيش بكرامة. أنا كي باش نخلص 10 سنين علاش ساكنة بسيدي حسين وأنا متعذبة؟ نخدم هونية مع المقاولين نخدموا الكل، وتعرفوا الترونسبون تاع سيدي حسين شنو هو؟ السرقة ما خلوناش تلافز تتهز وانت قاعدة مشي، هذه التلفزة تهز من تالي. داكوردو ما احناش باش ناخذوا نتاع الناس احنا زادة. بقينا تعطيونا وعد بيع وتعملوا لنا سوم رمزي اللي نقدروا نخلصوا عليه. احنا ما احناش خارجين، القليل فينا يعني مثلا انا ناخذ في 175. عندنا مشكلنا احنا نسكنوا احنا في الديار الاوائل، ايوا هذاك نتاع الضمان الاجتماعي. باهي كنا نسكنوا في تونس صبغي. باهي جاو قالوا لنا يعني في وقتها مازال السيد الرئيس الزين يرحمه اعطاونا الديار الغديكة على اساس يعني هيبه. باهي وكي مشينا صححنا لول مره ما شفناش لي كونطرا شنو فيه. صححنا وبك الفرحه نتاع الديار وكل هزونا ومشينا. بمشينا غاديك تعذبنا. ركوب الساعة ما تحكيش، تعرفوا تو ترونسبور كيفاش. بعد مدة شهرين ثلاثة جابوا لنا لي كونطرا، لي كونطرا فيهم يتخلص يا تخرج. بالخلاص معناها تخلصوا. هم عطونا هيبة راه. باهي ضمان اشتراك كيفاش اشتراك نتاع. معناها اشتراك في باهي. عاوزة الموعظة احنا نسكنوا في مكتب بن عبد الله في صبغين. باهي كل واحد عندنا بيت. داكور دوب صغيراتنا والكل. 10 سنين. في عهد الزين. في عهد الزين. اي خرجنا من غادي. 12 عام سكننا في المكتب. توا وين نسكنوا في سيدي حسين عندنا 10 سنين. نقلوكم لسيدي حسين؟ فوالا عملوا لنا ديار الغديكة ونقلونا. على لحظة على اساس بكونا باش نسكنوا يعني كيما قالوا لنا ايوا ماناش باش نخلصوا حتى شيء. وعدوكم بهذا معنا. ما لا ما عطاوناش نستنى سامحني بعد شهرين شهرين ونص جابوا لنا لي كونطرا. كي صححنا النهار الاولاني ماك تعرف احنا الناس اللي مساكن نبداو فرحانين مش عطينا تزغريت وهاي لامينيت صحح واخرج ما تعرفش علاش صحح داكوغ. بعد شهرين ونص هكاكا جابوا لنا لي كونطرا. يا اما ويا اما يا تخلص وتسكن يا تخرج. اي باهي ما عطاوناش. وقتها صارت الحكايه هذه؟ الحكايه هذه توا قداش عندنا من يجيبوا لنا بعد شهرين ونص من اللي سكننا ساعه. بعد طفيوا علينا الضوء برشا برشا برشا، رجعوا لنا توا مده شهر، جاتنا التامه والعامه سيد الوالي والجماعه والكل، يا اما يتخلص نتاع 10 سنين يا تسامح من الدار. باهي انا كي باش نخلص 10 سنين علاش ساكنه بسيدي حسين وانا متعذبه؟ نخدم هونية مع المقاولين نخدموا الكل، وتعرفوا الترونسبون تاع سيدي حسين شنو هو؟ وعذابنا اللي سكنتنا غادي كان الناس ما تعرفناش. باهي انت كعطيتني دار يعني وسعت عليا باش نرتاح انا بالطبيعه، باش نولي نعلي شويه في الحيط ونولي نزيد بيته. منعونا هما الحيط يعني يوصل لي هونية اللي على الشارع، كي نقعد في القاعه يراني شكون متعدي غادي لسيدي حسين ما عرفش شنو هو سيدي حسين. لا علينا. البلاصه كلها تخوف معنا. اي البلاصه كلها حتى في تونس مخوفه. حتى الصباغي اللي كنت فيه يخوف. لا احنا ولاد. باب الجزيره. احنا ولاد. حومه شعبيه تقع. حومه شعبيه لكن فما فرق بين هذا وهذا، بين حومه انت كبرت فيها. بالضبط. وبين حومه تدخل جديد عليها، يعني السرقه ما خلوناش تلافز تتهز وانت قاعده مشتيره، هذه التلفزه تهز من تالي. ما تشكيوش؟ شكون تشكي؟ قعد تفركس حتى اللي يجيك شكون شكيت له؟ وتدخل بشكون باش تشكي؟ ما تلقى شكون تشكي له راه. انتم مطالبين باش تخلصوا توا 10 سنين معناها. كي جاونا قالوا لنا هما باش نخلصوا 10 سنين، باش نخلصك انا بسيفتي ايش؟ بسيفتك ايش باش نخلصك؟
اعطيني ما يثبت اللي هي الدار باش ترجع لي ليا وانا نخلصك. انت طالب الاخلاص داكورد، ما احناش باش ناخذوا نتاع الناس، احنا زاده بقينا تعطيونا وعد بيع وتعملوا لنا سوم رمزي اللي نقدروا نخلصوا عليه. القليل فينا يعني مثلا انا ناخذ في 175 روتريت، راجلي مازال كيتوفى، ولدي كذلك توفى، عندي بنيه واولاد اخرين تعيش وترحم، لكن ولدي اسكو باش يخدم عليا يخلص لي الماء والضوء والغاز ولا يخلص الكري ويخلص مثلا ترونسبور تاع خدمته ويخدم في قريب فوشينا وحنا سيد عسي، كيفاش نجمو نعيشوا؟ بمشينا للرئاسه مده شهر اقل شهر ركاكه اللي مشينا للرئاسه، طلبنا منهم باش يقفوا معنا ويتكلموا الجماعه اللي قاعده تجينا البلديه باش ما عادش يقفوا لنا ويهدونا بالخروج ويسويونا الوضع. بون ما جاو ما عملوا لنا حتى شيء. الرئاسه قالوا لنا ما تخرجوش وما تتحركوش حتى اللي احنا نبعثوك، ما بعثوناش هما رجعونا مره اخرى. رجعت لنا سيده اخرى شكون هي ما نعرفش، وحتى من الوالي راهو هبط لنا والطامه فجعه راه تقول يعني قلنا احنا شكون مات في الحومه ولا شنو باش عرفت الجماعه هذوما مات. ما عليناش السيده اللي احنا نحكيو معاها تحكيش معايا قرب الغادي، من تكون هي؟ شكون هي باش تحكي معاك هكا؟ هي مواطنه كيفي، لكن هي تخدم في مكانه عاليه وتدخل في مليون وفي اكثر، هنا ما ندخلش فيهم، ولكن انا نعيش بالعزه ونعيش بكرامه. تخدم في مكانه هكاك باش تعاون العباد مش باش تعفص على العباد. باش تهز لي المورال نتاعي بكوني انا فين. احنا لو ما كان قيس سعيد توا راهو كلينا راه ملوحونا، وعاودوا رجعوا لنا عاودوا رجعوا لنا اللي هما شو تخلص ولا تخرج. قداش طالبين خلاص؟ خلاص يعني احنا هما طلبونا 10 سنين، اما الفلوس قد المونطون؟ كل مره طلبوا لنا 60 دينار في الشهر. باهي 60 دينار اعطيونا وعد بعد انا نخلص اليوم داكورد، وغدوه ربي يحب حاجته هزني انا، اولادي يتلوحوا على البر، هذه حاجه حاجه هذيك حاجه ربي. اي نخمم على اولادي غدوه، انا ماشي اليوم ولا غدوه، لكن اولادي يتلوحوا هما في الشارع او مات او مت انا وقعد الراجل يتلوح في الشارع. باهي مشينا للرئاسه باش يحكيوا معاهم والكل بهم، ما نعرفش يتصلوا بهم ما اتصلوش بهم، عاودوا رجعوا لنا يا اما ويا اما. احنا ما احناش خارجين، واليوم توا كنا مجموعه كبيره راهو، عاود رجعنا للرئاسه، توا هما قالوا لنا نمشيو للولايه. انا مشيت للولايه انتم توا؟ فوالا باش نشوفوا الولايه شنو هي الرد نتاعهم. احنا طالبين وعد بيع وخلاص يعني قدر سمنا، خاطر الكثير فينا ياخذوا في الكارني الابيض. كيما انا اكسيدونتي وبساقي بالحديد يطبيق ربي، الحمد لله يا ربي وكرامتي قبل كل شيء. باهي واحنا في هذا الدوله نحبوا نعيشوا بالعز، ما نعاونوش غيرنا واحنا هوني في الانحطاط. باهي انا حتى نقفوا لبعضنا. اي فوالا نقفوا لبعضنا قبل تقارتنا، خاطر تقارنا كي يجي يقف لك قدام يقول لك يا اما ويا اما، تخلص 10 سنين مني خلص لك 10 سنين. كيفاش نخلص 10 سنين وانا في سيدة حسين نهبط نسنى خلصها في تونس، نشوف حتى وضع في اللي هو في تونس ونسكن قريب لي كل شيء، انا كبرت وحبيت وبيت هنايا، هزني سيدة حسين علاش؟ باش تخلص تخلص عاد. يعطيك الصحة.